كلمني بال من يعني من زاوية التلميذ الطالب الأستاذ وإحنا ماشيين. بعد الحكم ما هذا الإنسان اللي عندنا اليوم ما أنا ما نعقلوش وما نعرفوش وما نعترفش به وما هوش قيس سعيد. اللجنة هذه مبنية على رأس كلب، واللي الانتقادات القانونية تو نرجعوا لها، الانتقادات القانونية ضدها وضد الاستفتاء تجعل من الاستفتاء اللي باش يصير باطل، فهمت، مبني على بطلان وهو باطل بطلانا مطلقا. انا عبدكم الحقير صادق بن عيد، ووقع انتدابي بصفتي خبير بين قوسين والله اعلم.